أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في الأسبوع الثاني من دروس التربية الوطنية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب يبين لك أهمية دراسة حقوق الإنسان في الإسلام والحقوق التي نصت عليها الشريعة الإسلامية في الإسلام. ما أهمية دراسة حقوق الإنسان في الإسلام عزيزي الطالب؟ جاء الإسلام رحمة للناس ونظاما شاملا للحياة، موجها لسلوك أفراد المجتمع كلهم، وحاميا للإنسان ومحافظا على كرامته، وداعيا إلى التعاون على البر والتقوى واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم. فقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان وفضله على سائر المخلوقات وسخر له ما في السماوات والأرض. ما أبرز الحقوق التي نصت عليها الشريعة الإسلامية؟ حق الحياة. حق الحياة عزيزي الطالب جعل الإسلام حياة الإنسان مقدسة، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها أو يسلبها منه، فهي محمية بشريعة الله تعالى. بهذا يكون الاسم قد قرن بقيمة حياة الفرد بقيمة حياة البشرية. أما حق المساواة، ساوى الإسلام بين البشر على اختلاف أعراقهم وألوانهم وأوضاعهم الاجتماعية، فالناس متساوون في أصل نشأتهم وتكوينهم، وجميعهم من أصل واحد، وهم سواسية أمام الله تعالى، فالناس كلهم من نفس واحدة. لقد حارب الإسلام كل أسباب وأشكال العنف والتطرف والتمييز العرقية والاجتماعية، وجعل مكانها مبادئ العدل والمساواة والرحمة، رعاية لكرامة الإنسان أيا كانت مكانته. أما حق الحرية عزيزي الطالب، الحق في الحرية وسيلة كبرى لتحقيق غايات نبيلة سامية تتفق مع كرامة الإنسان واستخلافه في الأرض. ومن أجل ذلك بدأ الإسلام بتحرير الإنسان من العبودية وأعطائه حرية التفكير واعتناق الدين الذي يقتنع به. وأعطى الإسلام الفرد حرية الإقامة والتنقل والمشاركة في أمور الحياة كلها، وكذلك حق المشاركة في الحكم واختيار الحاكم من خلال نظام الشورى، وهو ما يسمى بالبرلمان في العصر الحديث. إذن ما أهمية الحرية عزيز الطالب للإنسان؟ هي تحقيق غايات نبيلة سامية تتفق مع كرامة الإنسان واستخلافه في الأرض. من أجل ذلك بدأ الإسلام بتحرير الإنسان من العبودية وإعطاء حرية التفكير واعتناق الدين الذي يقتنع به. أما حرية التعليم، لماذا حث الإسلام على ضرورة الحصول على العلم؟ حث الإسلام على اكتساب العلم وعده فريضة على كل مسلم ومسلمة، فالتعليم يرفع من مستوى المجتمع ويحقق التقدم. وأول آية قرآنية نزلت حثت على طلب العلم، ومن الأحاديث النبوية الشريفة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فليس بغريب أن يقترن تحضر الأمة الإسلامية ورقيها بالعلم، وخير شاهد على ذلك ما خلفته لنا الحضارة الإسلامية من تراث علمي حضاري خالد. إذن التعليم ضرورة الحصول على العلم حتى عليه الإسلام، وعده فريضة على كل مسلم ومسلمة، وبالتعليم يرفع من مستوى المجتمع ويحقق التقدم. وكانت أول آية قرآنية نزلت حثت على طلب العلم في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أما الحق الأخير وهو حق العمل، ما أهمية العمل للفرد والمجتمع عزيزي الطالب؟ العمل هو طريق الأساس الذي يمكن الفرد من سد حاجاته وحفظ كراماته وتلبية متطلبات حياته، والعمل يحقق كرامة الإنسان ويقضي على الكسل والخمول، وهو وسيلة لتحقيق غايات العبادة والعيش الكريم لتحقيق الخلافة في الأرض. لذا حض الإسلام على العمل وربط الإيمان بالعمل في معظم الآيات القرآنية. لذلك هنا أهمية العمل للفرد والمجتمع، لأنه يحفظ كرامة الإنسان وتلبية متطلبات حياته ويقضي على الكسل والخمول، وهو وسيلة لتحقيق غايات العبادة والعيش الكريم لتحقيق الخلافة في الأرض.
شاكرة أعزائي الطلاب لكم حسن استماعكم وتعاونكم.